السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. برنامج مقترح لغير الحاج يوم عرفة. لا تنسى السحور، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وأحضر المسجد والمصلى قبل الأذان لتجيب دعاء ملك الملوك، وإذا صليت صلاة الفجر بخشوع وحضور فامكث في مكانك، تأتي بالأذكار الشرعية وأدعية الصباح، ثم امكث حتى تطلع الشمس وترتفع، ثم صلي ركعتين تعدل لك حجة وعمرة تامة تامة، صحح ذلك الألباني وغيره، ثم تعود وتقرأ ما تيسر من القرآن، ولك أن ترتاح فترة، ثم لا تنسى صلاة الضحى تصل إلى 12 ركعة أو 10 أو 8 أو حتى ركعتان. والزم، انتبه يا أخي، الزم والزم في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في موطأ الإمام مالك بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حاول أن لا يؤذن لأذان الفرائض إلا وأنت في المسجد، اجتنب الغيبة والقيل والقال، قاطع حتى الواتس، أغلق الجوال واتصل بذي الجلال، أغلق الجوال ذاك اليوم واتصل بذي الجلال، وأكثر من الدعاء، وعليك بسلامة الصدر، واستغفر المسلمين والمسلمات، والاتصال بالوالدين وطلب برهما أو زيارتهم أن كانوا أحياء وقريبين، أو الاستغفار لهما والدعاء والصدقة إذا كانوا أموات. وعليك، وهي كلمة التوحيد، الكلمة الخالدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واحرص على الإفطار مع أهلك، وقبل الإفطار لك دعوة ما ترد، دعوة الصائم، فادع لنفسك وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله لمن نشر هذا المقطع أن يغفر ذنبه وأن يشرح صدره وأن يتولاه في الدارين، وغفر الله لي ولكم وتقبل الله منا ومنكم. وأبشروا، من يقول عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن يغفر في يوم عرفة، صيام يوم عرفة لغير الحاج، السنة الماضية والسنة المقبلة. جزاكم الله خير وتقبل الله من الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.